رجعنا لكم تاني ومعانا ضيفنا العزيز مهندس احمد منصور استشاري الجوده والتطوير المؤسسي. برحب بحضرتك يا باشمهندس احمد معانا في برنامج عيون مصريه. اهلا بك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا باشمهندس. احنا عايزين نتكلم بقى عن اهم اهداف تطبيق يعني لانظمه الجوده، يعني ازاي احنا نطبق الجوده، ايه الاهداف بتاعتها، انواع التطبيقات في الجوده في المؤسسات المختلفه سواء كان قطاع خاص، قطاع عام، قطاع مشترك، نطبق الجوده ازاي؟ بص، هي الجوده بمنتهى البساطه ان احنا عايزين نوصل لحاله من استدامه العلاقه بين الشخص وبين المؤسسه اللي بيتعامل معاها. يعني مثلا احنا لو بنتكلم عن الجوده في التعليم، احنا عايزين ايه من الجوده في التعليم؟ ان يفضل الطالب المصري عنده رغبه في انه يفضل يتعلم في المدارس المصريه. طيب لو لقينا مستوى الجوده ده هيبدا يقل، هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يلجا لمدرسه خاصه. ليه؟ علشان يبدا ياخد مستوى خدمه اعلى. لما يبدا مستوى الخدمه عنده يعلى شويه هيبدا يفكر في حاجه تانية، انه يدرس منهج اعلى، فيبدا يتجه للمنهج الانترناشونال. لما يبدا يتجه للمنهج الانترناشونال هيبدا يتجه انه عايز يطبق ده بايديه، فيبدا يتجه للدراسه بره. هو الموضوع بيبدا بمنتهى البساطه ان انت عايز توصل لمستوى معين، المستوى ده يخليك تحس ان الحاجه اللي انت بتاخدها مرضيه بالنسبه لك. كل هدف منهجيات الجوده انها توصل للساتسفاكشن ده، ان احنا نخلي الانسان بياخد الخدمه او المنتج بالطريقه اللي تخليه مبسوط ومرتاح. منهجيات الجوده اتعملت لان الناس بتتسم بسمه انه ما عندوش المعلومه في الحاجات اغلبها. يعني مثلا انا باخد دواء او انا باخد اكل او انا بركب عربيه، انا ما عنديش المعلومه الفنيه اللي تخليني اعرف الاكل ده كويس ولا لا، او الدواء ده كويس ولا لا، او العربيه دي كويسه ولا لا. فمن هنا جاء دور منهجيات الجوده ان هي تضمن لي ان المنتج العربيه دي اللي انا ما بفهمش في تصنيعها مطابقه للمواصفه ومش هتاذيني، ان العلاج اللي انا باخده ده اللي انا ما اعرفش هو بيتعمل ازاي مطابق للمواصفة ومش هيأذيني، وهكذا. يعني بمنتهى البساطة هي نوع من أنواع الأمان للعميل. بيبقى في تجاوب يا باشمهندس أحمد في القطاعات المختلفة؟ يعني مثلا هل القطاع العام لما بنيجي نطبق أنظمة ومنهجات الجودة في القطاع العام ومؤسسات القطاع العام التجاوب أكثر، ولا في القطاع الخاص، ولا في القطاع المشترك، ولا في القطاع الاستثماري، ولا الموضوع يعني بيلجأ لصاحب المؤسسة أو المنظومة نفسها أو الإدارة بتاعتها؟ خليني أقول لحضرتك حاجة، مفيش حد في الدنيا مش عايز يكسب، سواء بيشتغل في القطاع العام أو في القطاع الخاص أو في القطاع المشترك. فكرة تطبيق الجودة ملهاش علاقة قوي بطبيعة القطاع اللي احنا بنشتغل فيه قد ما ليها علاقة بثقافة وفكر الإدارة اللي احنا بنشتغل معاه. يعني أنا مثلا بشتغل دلوقتي استشاري لمحطة الجبل الأصفر، أكبر محطة معالجة في الشرق الأوسط وثالث أكبر محطة معالجة في العالم. المحطة دي اللي بتديرها شركة قطاع مشترك اللي هي التعمير والإسكان للمرافق. بنعمل دلوقتي تطوير، مشروعين تطوير في شركة أبو قير للأسمدة في اسكندرية، وهي تتبع القطاع المشترك، جزء منها مال عام وجزء منها رجال أعمال. مع مشاريع تانية كتير عملناها مع شركات خاصة يمكن مش عايزين نذكر أسمائها علشان يعني مش نبقى بنعمل إعلانات، بس هي الفكرة كلها إن الفكرة مين اللي بيدير؟ هل اللي بيدير ده عنده فكر انه يطور؟ ساعتها هيدعم اي تطوير وهيدعم اي مبادره. لكن لو اللي بيدير ما عندوش الفكر ده حتى لو بيشتغل في شركته الخاصه مش هيبقى عايز يعمل. يعني ما بتتعلقش بنوع القطاع ولكن تتعلق بالقائد او المدير اللي بيدير هذه المؤسسه. هل هو عنده ثقافه التغيير ولا لا؟ عايزين نتكلم بقى عن التطوير المؤسسي. فكره التطوير المؤسسي ببساطه ان احنا نقدر نوصل لاعلى مستوى من الربحيه. أعلى مستوى من الربحية ده ملوش علاقة قوي بإن إحنا نبقى بنقدم أفضل منتج أو أرخص منتج. يعني لو إحنا جينا نبص مثلا على منتج زي العربيات هنلاقي شركة زي مرسيدس عندها عربيات من أول العربيات الـ A لغاية العربيات الـ S. الجودة بالنسبة له مش إنه يعمل أفضل حاجة وإلا كان عمل كل العربيات S، ولا الجودة بالنسبة له إنه يعمل أرخص حاجة كان عمل كل العربيات A. الفكرة كلها إن كل فئة مستهدفة ريفير لقدرتها الشرائية تاخد المنتج اللي مناسب لقدرتها، فيحس ان الفلوس اللي هو دفعها في المنتج ده او في الخدمة دي اكتر بكتير قوي من الافورت اللي هو بذله عشان يحصل عليه. وبالاخر كده نقدر نقول يبقى الريفينيو او العائد اللي جاله اقل بكتير قوي من الفلوس اللي صرفها. يعني هي وين وين، حالة من المفروض نوصل فيها ان الشركة تبقى كسبانة والعميل هو كمان يبقى كسبان. كل دور التطوير المؤسسي ازاي نقدر نوصل لحالة الوين وين دي، فجزء منها بيبقى بيعتمد على ان احنا نعمل كوست ريدكشن. يعني انا دلوقتي علشان انتج المنتج ده او الخدمه دي بتكلف مصاريف، بنبدا نشتغل ازاي نقلل التكاليف والمصاريف دي.
وجزء منها مع الحفاظ على جودتها يعني طبعا. ما استدعيش بقى ان انا الجأ ان انا اخفض التكاليف فجوده المنتج تقل يعني. يبقى انا كده حولت المنتج من منتج لمنتج تاني. اه انا لو غيرت في المواصفه او في الفيتشرز بتاعه البرودكت يبقى انا كده حولت البرودكت من برودكت لبرودكت تاني خالص. تمام. وفي بعض الاحيان الشركات لما بتحتاج تعمل ده بتلجا ان هي تغير اسم المنتج علشان العميل ما يحسش بفرق في الجوده بين المنتج القديم والمنتج الجديد فيحس ان البرفورمانس بتاع الشركه بيقل. يبقى كده حضرتك عايز تقول ان التطوير المؤسسي بيعتمد على ان ازاي ان انا اخفض التكلفه يبقى عندي جوده في المنتج، ازاي ان انا احصل على ارباح، ازاي ارضي العملاء. العملاء هنا بقى لازم نعرف ان هم بيتقسموا لثلاث مجموعات. اول مجموعه الناس المنتفعه العاديه اللي هي بتشتري مني المنتج بتاعي. تاني مجموعه الناس اللي بتشتغل في الشركه اللي هم موظفين. تالت مجموعه الاونرز اللي هم اصحاب الاسهم او الملاك. المجموعه دي كلها بيتقال عليها ستيك هولدرز او المنتفعون. احنا علشان نقدر نقول ان احنا وصلنا لمستوى من التطوير المؤسسي لازم عميل الشركه يبقى مبسوط، الموظف اللي بيشتغل في الشركه مرتاح، وصاحب الشركه عنده استعداد انه يعيد استثماراته في الشركه تاني، مش بس العميل اللي بره يبقى مرتاح. تمام. عايزين ندي امثله بقى للساده المشاهدين عن بعض التجارب لبعض الدول في عمليات التطوير والتنميه زي ماليزيا زي اليابان. كلمنا عن التجارب دي عشان احنا نقدر نستفاد، احنا حتى كمواطنين بنسمع او بنتكلم عن الجوده عايزين نستفاد عن التجارب دي. خليني اقول لحضرتك حاجه، يمكن اعظم تجربه في الجوده هي التجربه اليابانيه. اليابان خرجت بعد الحرب العالميه الثانيه متدمره تماما. اللي حصل في هيروشيما وناجازاكي كان كارثه بكل المقاييس. الفكره ان هم حطوا قدامهم هدف ان هم يوصلوا لمستوى معين من الجوده في خلال 20 سنه. الفكره كلها ان هم اشتغلوا في اتجاهين، اتجاه نفسي واتجاه عملي. الاتجاه النفسي بداوا يطبعوا الفيجن دي، احنا هنبقى افضل دوله تكنولوجيا في خلال 20 سنه، وبداوا يلزقوا الورقه دي في كل حته في اليابان، في الباصات، في الشوارع، في المدارس، في المستشفيات، كأنهم بيسجلوا الرسالة في العقل اللاواعي في السبكونشس علشان يبقى هو ده التارجت اللي احنا بنتحرك له في خلال 20 سنة اللي جاي. وفعلا نجحوا انهم يعملوا ده في 18 سنة. تاني شق الشق العملي انهم ابتدوا ياخدوا المبادرات والبرنسبلز اللي ابتدت العلماء تتكلم عنها في اواخر الاربعينات، وبدأوا يعملوا منها منهجيات للتطوير زي التوتال كواليتي مانجمنت واللين والتويوتا برودكشن سيستم والكايزن وهكذا. فهو عملية التطوير علشان تنجح في اي دولة جزء منها نفسي وجزء منها عملي. الجزء النفسي مبني ملي على الثقافة، ان الناس يبقى عندها ثقافة التغيير او ثقافة التطوير. احنا مشكلتنا في مصر ان يمكن اكتر حاجة احنا بنحاول نلتزم فيها هي الحاجات اللي احنا بنبقى فيها تحت الرقابة. يعني تلاقي 80% من الناس بتربط حزام الامان قدام العسكري. ممنوع انه يرمي زبالة او اي حاجة في داخل مترو الانفاق، وده حتى لو بره المترو استحالة. المشكلة ان ده بيؤثر بصورة قوية جدا في شخصية الطفل اللي بيبقى موجود جنبه. عشان القدوة. بالظبط. الطفل ما بيتعلمش من الكلام، الطفل بيتعلم بعينيه. لما دخلنا في علوم حديثة زي نيورو لينجويستيك بروجرامينج NLP اكتشفنا ان قدرة العقل على التحليل 78% منها مركزة في العين و17% منها بس في الودان. فالطفل دايما بيقلد اللي هو بيشوفه مش اللي هو بيسمعه. فلما هو بيشوف ده بيتعلم فكرة انه يعمل الحاجة الصح عشان خايف من العقاب. فلو محدش هيعاقبه او محدش شايفه يقدر يعمل الحاجة الغلط. فده هينتج عنه ان احنا هنلاقي في المجمل بقى في المجتمع جزء كبير جدا من الناس بيشتغل لما يبقى مديره معدي، بيدرس لما يبقى الموجه معدي. وده ملوش علاقة بالقطاع العام ولا القطاع الخاص، ده موجود في القطاع العام موجود في القطاع الخاص. هي الفكرة كلها انت النشأة اللي انت نشأته عليها عاملة ازاي. علشان كده عملية تغيير الثقافة دي بتاخد وقت وبتاخد مجهود. وكل ما كان البني آدم بيشتغل بالكونسبت ده في حياته كل ما بيبقى انسان جنتجمنتل، يعني من الاخر كده بيبقى بيحاسب الناس كلها على الحاجات اللي هو متخيل ان هم بيعملوها لانه بيعملها. فبيبقى مثلا هو بيروح شغله ينام يقول لابنه في المدرسه حاول تستفيد في المدرسه، اكيد المدرس ده بيجي ينام. هو ما شافش المدرس بس هو عارف انه بينام، فيبقى اكيد التاني بينام. فهي الفكره كلها احنا قبل ما نبدا نتكلم في ان احنا ازاي نطور زي اليابان او نطور زي ماليزيا، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا من انفسهم. هي الفكره كلها ان احنا يبقى عندنا استعداد ان احنا اصلا نتغير او ان احنا نتطور. ده اللي اعتقد هياخد مننا مجهود اكتر من فكره ان احنا نعمل الجزء العملي للتطوير، لان الجزء العملي للتطوير لو احنا جاهزين له نفسيا هيبقى في منتهى البساطه والسهوله، مش هيبقى صعب. اليابان اللي كانت محتاجه تغيره في الناس
ما كانش ان هي تطبق الادوات والاليات الحديثه. الشعب الياباني كان من اكثر الشعوب نازيه في العالم، يمكن اكثر من الشعب الالماني بمراحل كمان، لدرجه ان فارس الساموراي في اليابان لما كان بيخطئ كان هو اللي بيموت نفسه، وكان بيموت نفسه عن طريق انه يضرب سيف الكتانه في الكبد، ودي اكتر موته مؤلمه وبطيئه في الدنيا. لو خاف انه يعمل ده بتطلع عن سلالته لسبع حفيد كلهم، ابنه وابن ابنه وابن ابنه لغايه سبع حفيد، ما حدش فيهم يمسك منصب قيادي ولا يبقى معلم ولا يبقى مدرب ولا يتقبل شهادته في محكمه. فاللي كان صعب في اليابان كان ان هم يغيروا فكرهم من فكر الشعب الشرس المقاتل اللي في الحرب العالميه الثانيه ما كانش بياخد اسرى، لفكره ان احنا نحط كل ده على جنب ونبدا نشتغل ونبدا نعمل حاجه جديده. البيوت اليابانيه في العصور الوسطى كان حجمها اكبر من القصور اللي موجوده في اوروبا. تغير الفكر ده خلى البيت الياباني مساحته ما تزيدش عن نص الاستوديو ده، ويبقى فيه اوضه نوم وفي اوضه سفره وفي انتري، وفي نفس الوقت انا بستغل كل ده في اقل مساحه ممكنه عشان اوفر المساحه دي لحاجه تانية ينفع نعملها. تغير الفكر في اليابان من الفكر المحارب، الفكر الشرس، الفكر المقاتل، للفكر المطور، اثر في كل حاجه في اليابان، من اول الطريقه اللي بيصمموا بيها بيوتهم لغايه الطريقه اللي بيتحركوا بيها في حياتهم اليوميه والشخصيه. اللي بيطلع الباص في اليابان مرتاح ما بيقعدش، عشان لو حد تعبان يطلع يقعد، حتى لو في مكان انه يقعد. الفكره كلها ان انت تبقى من جواك حاسس بمسؤوليه ناحيه المجتمع اللي انت فيه. احنا ليه بيوتنا نظيفه وشوارعنا مش نظيفه؟ لان احنا حاسين ان احنا نملك البيوت لكن ما نملكش الشوارع. هي دي الفكره. ان ازاي نشتغل على ده يا باشمهندس احمد، يعني من خلال برضه يعني احنا لسه كنا بنتكلم يمكن في الفقره اللي فاتت برضه على نفس الجزئيه دي، على السلوك، ازاي احنا نقدر نغير السلوك؟ بيتم ازاي؟ عن طريق نعمل ايه؟ نعمل مؤتمرات، نعمل ندوات، نعلم في المدارس، في الجوامع، في نعمل ايه عشان فعلا نحاول بقدر، احنا مش اكيد 100% هنقدر ان احنا نغير سلوك الشعب المصري كله، ولكن على الاقل ان احنا نحد من هذه العادات السلبيه وهذا السلوك السلبي. بص، السلوك ده عشان نقدر نغيره لازم نمشي في اتجاهين. اول اتجاه اتجاه الاطفال، ان احنا نبدا نعلمهم صح في المدارس، نعلمهم صح مش مناهج، نعلمهم صح يعني اسكس اخلاق. لازم المدرس ما يدخلش ينام في الحصه، لازم ما يشخطش فيهم، لازم ما يضربهمش، لازم ما يزعلهمش، لازم البريك يبقى وقت للبريك مش عشان ينظفوا المدرسه، ولازم يتعلموا ان هم يحافظوا على المكان اللي هو فيه. ده ممكن في خلال 20 سنه يطلع لنا ناس كويسه. طب الناس الكبيره علشان نغير في سلوكها لازم نعمل ايه؟ عمر سلوك الناس الكبيره ما هيتغير غير بالمساواه. لو انت حسيت ان اللي ماشي عليك ماشي على كل الناس هتلتزم بيه وهتحبه وهتبقى عايز تعمله. الثقافه دايما ثقافه حيز. يعني المصري لما بيسافر بره بينزل في اي مطار، من اول لحظه بينزل فيها المطار سواء المطار ده في فيينا، في روما، في اي حته، ما بيرميش حاجه في الارض، ما بيتكلمش بصوت عالي. هو اتطبع بطبع البلد اللي هو نزل فيها. بالظبط. زي ما بقول لحضرتك انا يعني من العادات يعني من الحاجات اللي انا بشوفها بعينيا يا باشمهندس احمد، تخش مثلا انسان لا بيعرف يقرا ولا يكتب ولا اي حاجه، هو بس مجرد ان هو عارف ان هو لو دخل محطه المترو ممنوع انه يشرب سيجاره، ممنوع انه يرمي ورقه في الارض، ممنوع انه يعمل اي حاجه، لانه لو عمل كده في قانون، في رقابه، وهيتطبق عليه وهيدفع الغرامه، وطالما في غرامه وفي في رقابه عليه فانا مش هعمل كده. احنا برضو عايزين نتكلم برضو نقول دور التفعيل وتنفيذ القوانين ليه دور كبير جدا في تغيير سلوك الافراد في المجتمع. بس المهم انها تتفعل على الناس كلها. يعني احنا لو بنتكلم على دوله مثلا زي امريكا، لو عمده نيويورك ركن عربيته غلط هتتشال، ما حدش هيركن غلط. هي الفكره كلها ان انت علشان تفعل قانون لازم القانون ده يبقى بيتفعل على الناس كلها. لو القانون ما اتفعلش على الناس كلها هنتقسم لثلاث مجموعات، مجموعه القانون مش بيتفعل عليها ودي كده كده في جنب لوحدها، ومجموعه هتتحايل عشان القانون ما يتفعلش عليها، هتبدا بقى تعمل الغلط من غير ما حد ياخد باله منها، ومجموعه هتحس بالقهر لان القانون مطبق عليها هي بس. هيبقى قاعد في المترو ما بيدخنش وشايف حد جنبه بيدخن ومحدش قادر يجي جنبه، فده هينتج عنه انه يخلق لنا جيل من الناس اللي عندها كراهيه وحقد طبيعي طبعا، حاسس ان هو مضطهد. طبعا. علشان كده القانون علشان يتطبق لازم يتطبق على الناس كلها. خلي بالك احنا بنعاني دلوقتي من احداث ارهابيه وغسيل لمخ الناس، كل ده سببه ايه؟ سببه ان الناس اصلا عندها القابليه، إيه؟ انت شحنه بطريقه مباشره او بطريقه غير ايه؟ غير مباشره. فهي الفكره كلها في القوانين ان احنا لو هنطبقها طبقها على الناس كلها. وقتها بس السلوك ممكن يتغير، لكن قبل كده هيبقى فرط على الفاضي.
الناس هتحس بالقهر، هيبقى القانون بيقهر الناس اكتر ما يبقى القانون بايه بيدعمها. صح. يعني يمكن برضو موضوع ان برضو موضوع الجزء اللي حضرتك اتكلمت فيه الاخلاق والتربيه، ان احنا نتكلم فيه ازاي ان احنا نطور في منهجيه التعليم او التعليم، ايه اللي احنا المفروض ان احنا بنساعد فيه كدوله. احنا سامعين دلوقتي او متابعين انه في تطوير في المناهج ومناهج جديده لجميع المراحل العمريه وجميع المراحل التعليميه في التعليم من كيجي وابتدائي واعدادي وثانوي، في تطوير احنا سامعينه وشايفينه على ارض الواقع. لكن شايف حضرتك او سمعت حضرتك عن موضوع تقليص المناهج والحشو اللي بيبقى موجود في الكتب الدراسيه، وان هم يخلوها حاجات الكترونيه ويعلموا الاطفال في موضوع الاكتشافات والابتكارات، ويعني الرؤيه دي هل هيكون لها مردود وفي استجابه من الشعب المصري وابنائنا واولياء الامور ليها؟ شايف ان هيبقى في استجابه في مصر ليها؟ اكتر حاجه في الدنيا لو حصل فيها تطوير الناس هتستجيب لها التعليم، وبعد كده الصحه، والتعليم قبل الصحة على فكرة. يعني في ناس من مستويات مالية منخفضة عنده استعداد يعلم ولاده وما يتعالجش. يمكن أكتر حاجة لو إحنا اشتغلنا عليها الناس هتلمسها وهتحس بيها وهتحبها وهتدعمها هي تطوير التعليم. بس ده هيرجعنا للنقطة اللي اتكلمنا عنها في الأول، منظومة المنتفعين الستيك هولدرز. مين المنتفعين من التعليم؟ الدولة والمدرس والطالب. علشان نقول إن إحنا هنطور التعليم، ما اعتقدش ان احنا بس لازم نهتم باننا نطور المناهج، لازم نعرف الدولة منتظرة من الناس اللي بتتعلم دي ايه علشان نشوف هنعلمهم ازاي، والمدرس منتظر من منظومة التعليم ايه علشان نشوف هناخد منه ايه وهنديله ايه، والطالب ده احنا عايزين نوصله لايه عشان نشوف هنعده ازاي. وده اللي الناس ماشية عليه بره. يعني ايه اللي خلى يبقى في قسم في كلية هندسة اسمه بترو كيميكلز او الكترو ميكانيكلز؟ ان دولة زي الدولة الأمريكية لما تعرضت للأزمة الاقتصادية في 2003 الناتجة عن مشكلة الريال استيت والعقارات، بدأت تقلص تكاليفها. أنا عايز التكاليف اللي بصرفها تقل. 40% من التكاليف اللي بتتحملها الشركات تكاليف الأجور. الله، خلاص إحنا بقى عندنا خطوط الإنتاج حديثة والمعدات جديدة، أنا مش محتاج مهندس كهرباء شاطر قوي ولا مهندس ميكانيكا عنده نوليدج كبيرة قوي في الميكانيكا، أنا عايز مهندس يعرف شوية ميكانيكا وشوية كهرباء. فده بقى توجه الدولة، فبدأت الجامعات تعمل قسم اسمه إلكترو ميكانيكس. فبدأت المدارس الهاي سكول من أول جريد واحد لغاية جريد 9 تأهله على فكرة إنه هو النوليدج بتاعته تمشي في الميكانيكا والكهرباء مع بعض. فالبداية دايما بتبدأ من عند الدولة، لازم الدولة تحدد هي محتاجة إيه، وبناء عليه نبدأ نحرك المنظومة كلها في الاتجاه اللي يخدم أهداف الدولة. على فكرة إحنا لما بنتكلم عن مصر، إحنا دولة، عمر البني آدم في عمر الدولة قصير. يعني حتى لما كنا بندرس التاريخ زمان في ابتدائي وفي اعدادي وفي ثانوي كان يقولك وفي حقبة زمنية قصيرة قوي 100 سنة حصل كذا. 100 سنة في عمر التاريخ ولا حاجة، فاحنا كلنا في عمر مصر ولا حاجة. فالأساس اللي احنا المفروض نشتغل عليه هي مصر عايزة ايه، عايزة توصل لفين، عايزة ايه من الجيل اللي بيتعلم دلوقتي، وبعدها نبدأ نقول بقى احنا هنمشي بالجيل ده ازاي. فالفكرة مش في المناهج بس طبعا الخطوة اللي بتتاخد في تطوير المناهج هي خطوة عظيمة وبدأت الطلبة تلمسها. فكرة ان الطالب يمسك في ايده تابلت ويبدأ يدرس منه بدل ما يشيل كتب ويشيل كراريس ويشيل اقلام، حاجة دي احنا نفسنا فيها من سنين وفرقت مع الطالب جدا. بدأ يحس ان الدنيا مختلفة، بدأ يحس انه في دولة مختلفة. يمكن عشان انا ليا وجود على السوشيال ميديا كتير علشان شغلي وعلشان الشركة بتاعتي، بشوف قد ايه بقى الكومنتات بتظهر على البيدجات لما تلاقي طالب مصري بيقول لطالب مثلا صاحبه على الانترنت من امريكا ولا من فرنسا ولا من ايطاليا خلي بالك احنا عندنا دلوقتي تابلتس وبطلنا نشيل كتب. هو حاسس بنوع من الفخر، في حاسس بنوع من الفخر والتطوير، حاسس ان هو بقى يعني حاسس انه بقى مختلف وحاسس انه بقى مهم. فده الجزء النفسي اللي احنا نفسنا يبقى موجود في كل حته بقى. يعني فكره ان هو حاسس انه بقى فخور انه بيدرس، ما بقاش بيداري المنهج اللي بيدرسه ولا شكل الكتب بتاعته من الناس، ده في حد ذاته تطور كويس في نفسيته ممكن يوصلنا لحاجات تانية كتير بعد كده. الحقيقة كمان مش موضوع كمان يعني التطور في أو التطوير في المناهج بس، لا احنا عايزين كمان
نقول التطبيق في كل حاجه، في اداره المدرسه نفسها، وازاي ان احنا نتعامل مع التلميذ او الطالب بسلوك حضاري، ازاي ان احنا نحسسه زي ما حضرتك تفضلت من شويه واتكلمت ان لا ممنوع ان مدرس يمد ايده على طالب او ان هو يشخط فيه او ان هو يكلمه باسلوب غير لائق، ممنوع انك انت تجرح كرامته او يعني ما ينفعش ما ينفعش. احنا عايزين برضو كلمه من حضرتك توجهها لبعض النماذج السلبيه اللي احنا بنشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي، مدرس بيمد ايده على طالب او طالبه، مدرس بيعلم حتى الاطفال او التلامذه عنده او الطلبه عنده باسلوب غير لائق. النماذج السلبيه دي تنصحهم بايه وتقول لهم ايه، وفي نفس الوقت تقول للمسؤولين عن هذه النماذج ايه، القياده، الاداره، الوزاره، الدوله، نقول لهم ايه، نطلب منهم ايه عشان يتعاملوا مع مثل هذه النماذج السلبيه. خلينا بس نقسم النماذج السلبيه دي لمجموعتين، مجموعه نماذج سلبيه عشان هي طبيعتها سلبيه، ومجموعه نماذج سلبيه لان الظروف خلتها سلبيه. يعني احنا الاول محتاجين نعرف ايه اللي خلى المدرس يوصل للحاله دي، ايه اللي خلاها يتعامل مع الطالب بالطريقه دي، وبعد كده نبدا نشوف. بس خليني اقول لحضرتك حاجه، تعليم الحكومه مش جديد. يعني ايه مش جديد؟ يعني مش جديد علينا. انا مثلا اول حياتي كنت في لانجوج سكول، كنت في مدرسه خاصه، بعد كده خرجت من المدرسة الخاصة دي ودخلت مدرسة عسكرية، مدرسة ثانوي عسكرية، دي كانت حكومة ودي كانت خاصة. ما كانش المدرس عامل كده، يعني ما كانش المدرس بالعصبية دي، ما كانش فالجر كده، ما كانش عنيف كده، كان آخر حاجة ممكن يعملها إنه يزعق أو يضرب، مع إنها كانت مدرسة حكومة وكان الفصل فيه 70 طالب. المشكلة إن إحنا لما بنبدأ نتكلم مع المدرسين عن النقطة دي بيبدأ يقول لك أصل إحنا الظروف، أصل الوضع. لا، هو مش كل ظروف، هو مش كل ظروف ومش كل الوضع اللي انت فيه هو اللي وصلك لكده. جزء كبير منه جاي من انه يا اما مشحون يا اما هو بطبعه شخصيته كده. فاحنا محتاجين زي ما في اخصائي اجتماعي للطلبه في المدارس، يبقى في اخصائي اجتماعي للمدرسين، لازم سلوك المدرسين يتحلل، وده موجود في الشركات. يعني احنا في كل شركه عندنا واحد ماسك الاتيتيود اناليسيس، تحليل السلوك. ليه؟ لان انا الموظف اللي عندي في الشركه ده ممكن يعمل حاجه تخسرني ملايين. يعني ممكن مثلا موظف خدمة عملاء في شركة مثلا زي فودافون يغلط في عميل، صح ولا غلط؟ وارد طبعا. ولا مش وارد؟ طبعا. وارد. طب ده ما بيجراش ليه؟ ليه ما شفناش كده على الانترنت فيديو متصور لحد في مركز الخدمة بتاع موبينيل ولا بتاع أورنج ولا بتاع فودافون بيشتم كلاينت؟ لأن هم عندهم في الاتش ار حد بيحلل السلوك. احنا عايزين في المدارس، ويمكن دي الحاجة اللي أنا بناشد الوزارة إنها تعملها، إن يبقى في أخصائي اجتماعي للمدرسين زي ما في أخصائي اجتماعي للطلبة، علشان نشوف سلوك المدرس ده ونبدا نراقبه عن قرب ونلحقه قبل ما يعمل حاجه ممكن توصلنا لده. احنا باشمهندس احمد يمكن كنا التقينا في احدى المؤتمرات السابقه اللي بتتكلم عن الجوده على مستوى الوطن العربي، ويمكن انا طرحت في وجود حضرتك ان احنا ليه ما يبقاش عندنا محور الجوده في الاخلاق، في الاخلاق في كل حاجه. الاخلاق بقى تشمل بقى مش المدرسين بس او المعلمين بس او الاطفال بس او النساء بس، لا، احنا عايزين ان احنا نعلم الاخلاق بجد بجد ونحرص عليها، يبقى في الجامعات، يبقى في المدارس، في الشركات والمؤسسات. زي انا موظف في قطاع معين، كل شركه بيبقى لها نظام دورات تدريبيه في مجالات العمل، ويبقى حاطين كمان بعض البرامج التدريبيه الغير متخصصه. يعني انا شغال في مجال مثلا الاي تي، من حق ان انا اخد حاجه تعلمني دور القياده، او ازاي ان انا ابني فريق عمل، ازاي ان انا يعني انمي موهبه عندي معينه. ده بالفعل موجود. ليه هذه المؤسسات والمدارس والوزارات ما يبقاش مركزين على محور الجوده في الاخلاق؟ وهل حضرتك موافقني ان احنا نتبنى هذه الرؤيه او هذا المحور في اي من المؤتمرات اللي حضرتك بتشارك بيها وبتنظمها كمان بصفتك وشخصك؟ أنا متفق معاك تماما طبعا 100%، بس الفكرة كلها إن الأخلاق حاجة بتتزرع مش حاجة بتتعلم. يعني ما نقدرش نقول إن إحنا نطلب من الشركات إنها تدرب الناس على الأخلاق، لكن ممكن نعمل ده بالمؤتمرات، ممكن نعمل ده بالتوعية، ممكن نعمل ده من المدارس، ممكن نعمل ده من الجامعات، لكن من الشركات صعب. لأن أنت من المفترض إن أنت في الشركة بتتدرب على اللي عندك قصور فيه. يعني أنا بقول أنا محتاج آخد كورس في الأي تي عشان أنا عندي مشكلة في الأي تي، محتاج اتعلم ليدرشيب علشان انا ما عنديش الملكه بتاعه الليدرشيب، فمحتاج ادرسها عشان اطبقها. لما انا اجي اقول له تعالى اديك كورس في الاخلاق، يبقى انا بديله رساله مباشره ان هو عنده قصور فيها. هو انا اقصد في الشركات
مش بالاخلاق معنى ان انا اعلمه ده صح وده غلط وده كذا ده كذا. انا النهارده موظف يعني على الاقل هعلمك ازاي انك انت تتعامل برقي في شغلك. انت احيانا ممكن تدخل على موظف انك انت بتخلص اوراق معينه او حاجه معينه من موظف في جهه حكوميه، ممكن هو ما يبصلكش اصلا، يعني انت بتكلمه ممكن يقول لك يعني يتجاهلك، يعني حتى الاسلوب من غير ما يرد عليك هو يعني يجرح شعور العميل او المواطن. فاحنا لازم نعلم الموظف ازاي انك انت تتعامل مع الجمهور، وازاي تتعامل مع الناس، وازاي تحترم الاخرين. يعني وفي في في بعض الكورسات انا يعني شفتها بنفسي او تابعتها، هي كيفيه التعامل مع الاخرين. بالظبط هو ده يعني هو كورس اخلاقي زي ما حضرتك قلت، بس المسمى بتاعه مش انه اخلاقي، المسمى بتاعه انه كاستمر ريليشن مانجمنت، انه هو هيومانيتي مانجمنت، سوشيال كوميتمنت، بس ما بيقولوش انه اخلاق. لكن هو فعليا هو نوع من انواع الاخلاق، نوع من انواع الاخلاق ازاي تتعامل مع الناس بطريقه كويسه تخلي الانسان بيبقى عنده اريحيه في التعامل معاك. ففكره ان احنا نتكلم عن الجوده في الاخلاق هي فكره احنا كان المفروض نتكلم عنها من زمان قوي، احنا كان المفروض نتكلم عنها من اول 67. يعني لو انت عايز التاريخ اللي احنا فعليا كان المفروض نبدا نتكلم فيه عن الجوده في الاخلاق، يعني معلش افهم يعني هذا التاريخ بالتحديد ليه. بص، مصر اتعرضت لظروف سياسيه صعبه كتير قوي في الفترات اللي هي من 1810 مثلا لغايه 1910. بعد كده بدأت الأوضاع somehow تستقر، بدأنا نتنقل من حكم تحت رقابة تركية لحكم مصري مستقل، سواء عن طريق سلطان أو عن طريق ملك مش فارقة، بس الفكرة كلها إن احنا أخدنا نوع من أنواع الاستقلال. يمكن الاستقلال ده بدأت دول أجنبية تستغله وتفرض علينا حماية زي إنجلترا لفترة من الزمن، بس كانوا هم في حالهم وإحنا في حالنا. بعد كده قامت الثورة في 52، بدأت الدنيا تتغير شوية، بدأ مصريين يحكموا مصر، بدأت الدنيا تختلف لغاية ما حصلت النكسة بتاعت 67. لما قامت حرب 48 مصريين ما حسوش بيها قوي، لما قام العدوان الثلاثي في 56 مصريين ما حسوش بيها قوي. يمكن الناس اللي في السويس حست، لكن الناس اللي في القاهرة واسكندرية ما كانتش حاسة بحاجة. حرب 67 والنكسة كانت بالنسبة للناس كسرة حقيقية، فبدأت تظهر بقى بعض الحاجات الناتجة عن إن في قصور في الأخلاق. بدأنا نتهكم على بعض، بدأنا نسخر من بعض، بدأنا نفقد الأمل، بدأنا نحس إن إحنا كان بيضحك علينا، بدأنا نشوف كل حاجة حوالينا كذب، وده مش حقيقي. فبدأت هنا تبان مشاكل الأخلاق، إن إحنا لما جت لنا أزمة زي ما حصلت أزمة لدولة زي اليابان وتسود بالأرض، الشعب كله وقف إيده واحدة وتحرك في إنه يحقق هدفه، لكن إحنا شوية تقسمنا، بس لمينا نفسنا وقدرنا نقف على رجلينا وقدرنا ناخد اللي اتاخد مننا. بس هي الفكرة كلها في ايه؟ انت ادارتك للأزمة في الأول كانت عاملة ازاي؟ هنا بيبان الأخلاق، هنا بيبان الأسكس. عارف في تحليل في علم النفس اسمه تحليل البقاء، انت ممكن تعمل ايه عشان تفضل موجود؟ التحليل ده عملوه على شعوب مختلفة، يعني هنحط ناس في أسانسير والأسانسير ده هنقفله عليهم وخلاص مفيش هوا، فهتبدا الناس تموت في بعض علشان تعيش. اتحط اكتر من 30 دوله، مين فيهم موت بعضه؟ كل الدول، بس بعد قد ايه؟ يعني في دول ابتدت تضرب في بعض بعد 3 ثواني، في دول بعد دقايق، وفي دوله زي سويسرا هي اللي عملت اعلى ريكورد، بعد 15 دقيقه بدات الناس تتجرد من شياكتها وتظهر عندها نزعه الايه؟ البقاء. ففكره ان انت عايز تبقى موجود او عايز تاخد حاجه مش من حقك موجوده عند الناس كلها، بس الفكره كلها الكميه قد ايه والشغف ده بيجي عندك بعد قد ايه. هنا بيظهر دور الاخلاق في انها تقوم السلوك. انت عمرك ما هتقدر تمنع البني ادم انه يغلط، بس على الاقل تقدر تقوم سلوكه. عشان كده انا متضامن معاك جدا في الفكره دي، ويمكن في المؤتمر اللي احنا بنحضر له الفتره اللي جايه انا هطرح الموضوع ده بصوره مباشره جدا، وهنبدأ نطلب من بعض مؤسسات الدولة أن هي تاخد مبادرة في الموضوع ده. علشان كده فكرة أن احنا نعمل مادة في المدارس اسمها مادة الأخلاق دي فكرة كويسة جدا. جميل جدا جدا. يعني أنا يعني من ضمن المبادرات اللي الواحد في أي مؤتمر أو أي منتدى أو أي تواجد في أي مكان
بصراحه بنادي بهذا الموضوع، لان احنا بنشوف ان الانسان النبي عليه الصلاه والسلام يعني وانك لعلى خلق عظيم، انسان عندك اخلاق، فانت يعني صفه كبيره جدا هتقدر تتعامل مع الاخرين بطريقه يعني محترمه، هتقدر انك انت تحقق اهدافك باعتمادك على الاخلاق ديت، هتقدر انك انت يعني تكبر في عين الاخر، يعني انت تكبر في عين الاخر باخلاقك، يعني ممكن لو حد بيتعامل معاك بشكل غير لائق وانت عاملته باسلوب محترم وبخلق كويس او بخلق مرتفع، انت اكيد هتاثر عليه من سلبي لايجابي، لو هو كان بيسلك هذا السلوك لعده مرات مع اشخاص اخرين من اسلوبك انت الكويس وطريقتك الكويسه معاه واخلاقك العاليه معاه، انت اثرت عليه وحولته من بني ادم سلبي بني ادم ايجابي، وبالتالي ده بيأثر على المجتمع وبيأثر على البيئه اللي هو عايش فيها. نرجع بقى لموضوع الجوده واختلاف الاستخدام منهجيات الجوده ما بين يعني الاساليب المحليه والدوليه، وخاصه لو ركزنا في حته التنافسيه وخدمه العملاء. تمام. المعايير بتاعه الجوده بتتصمم بناء على العميل. يمكن احنا كان عندنا في مصر فتره طويله كونسبت ان العربيه الخليجي دي احسن من العربيه المصري، يعني نجيب كده العربيه اللي تويوتا بتنزلها في السعوديه احسن بكتير قوي من العربيه اللي تويوتا بتنزلها لمصر، وده طبعا كلام مش حقيقي. احنا لما بنيجي نصمم المنتج او نصمم المواصفه او نحط المعيار بنحطه بناء على المجتمع. انا شركه تويوتا بعمل عربيه هنزلها مصر، انا عارف طبيعه الاسفلت في مصر عامله ازاي، نسبه الرطوبه في مصر عامله ازاي، المطبات في مصر شكلها ايه، هعمل عربيه شبه ده. انا بنزل عربيه في السعوديه عارف طبيعه الارض عامله ازاي، درجه الحراره عامله ازاي، فبصمم عربيه تنزل للسعوديه. لو انا جيت اجيب العربيه السعودي مصر هلاقي ان العربيه دي لونها او الطلاق بتاعها بيبوظ بسرعه وعفشتها بتبوظ بسرعه بس الموتور بيقعد معايا شويه اكتر. فالمعايير الدوليه والمعايير المحليه هي فرق بين مجتمع ومجتمع، لكن في الاخر احنا بنعمل الحاجه المناسبه للمجتمع والمناسبه للناس. علشان كده هنلاقي ان احنا مثلا لما بنيجي نصدر منتج لبره بنصدره بمعايير الدوله اللي بره، ولما بنيجي نستورد منتج من بره بيجي لنا بمعاييرنا احنا. يعني انا مثلا بعمل مسكن، هل ينفع اقول ان المسكن اللي بيتباع في امريكا زي افضل من المسكن اللي بيتباع في مصر؟ لا طبعا، بس هو بيعمل مسكن لناس معتاده على شرب الكحول، فهو بيعمل مسكن نسبه تركيز الماده المسكنه فيه عاليه جدا. ليه؟ لان هو اوريدي متعود على شرب الكحول. لكن احنا لما نيجي نعمل مسكن لمصر بعمل مسكن مختلف. لو انا جبت المسكن بتاع بره ده خدته هنا هيكون نتيجته ايه؟ سلبيه مش ايجابيه. طبعا طبعا. هيبقى لود على الجسم، الجسم مش محتاج له. مع العلم ان انت لو عرفت تجيبه مره ممكن ما تعرفش تجيبه بعد كده، ولو جسمك اتعود على الجرعه دي من المسكن علشان يرتاح من الالم هيبقى محتاج نفس الجرعه لان الجسم ذكي. فهي الفكره كلها في المعايير، ان المعايير بتصمم بناء على المجتمع. جزء من الناس عنده فكره ان المعايير بتاعت بره مختلفه خالص، زائد فكره المعايير الدوليه، مفيش معايير دوليه للجوده. كل دوله ليها المعايير المناسبه ليها، المعايير الدوليه دي حاجه جينيريك عامه جدا، بنبدا نقيفها ونعيد صياغتها بناء على كل كوميونتي احنا بنشتغل فيه. المهم في الاخر ان انا اوصل ان المنتج او الخدمه مرضيه بالنسبه للزبون ايه؟ بتاعي. فهي بمنتهى البساطه ايه جوده نسمع بعدين نتكلم، يعني احنا دايما بنقول في المحاضرات بنقول في اللكتشرز الجوده مبنيه على ان انا اشوف الزبون عايز ايه او ايه الحاجه اللي ترضي للزبون. بناء عليها ببدا اصمم المنتج او الخدمه اللي انا هقدمها. فالجوده اوريدي معاييرها بتيجي من العميل مش بتيجي من الشركه. هو اللي بيحدد معاييره وبناء عليه احنا بنبدا ايه؟ نشتغل. وده موجود في كل دول العالم. حتى مواصفات الايزو بتتصمم بناء على احتياجات العملاء، مش بناء على وجهه نظر لجنه او كوميتي بتشتغل في برنامج. اتكلم بقى عن التطوير المجتمعي. اتكلم عن فكره التطوير في المجتمعات، يعني لو قلنا نقول مثلا بناء المناطق السكنيه في مصر، الطرق، الكباري، كل ده ما تطوير، تطوير مجتمع بيأثر في المجتمع. البنية التحتية. تمام؟ البنية التحتية، كل الكلام ده. عايزين نتكلم رؤية حضرتك في كيفية إن إحنا بنشتغل على التطوير المجتمعي ونوصل بيه يعني للتنافسية مع الدول الأخرى. تمام. يمكن أكتر حاجة إحنا بنشهد فيها طفرة في آخر سنتين هي التطوير المجتمعي في الجزء الخاص بالإنشاءات. إحنا طول عمرنا كنا بنتوسع طولي. بنبني مباني عامله كده. دلوقتي ابتدينا نتوسع عرضي، وده الصح.
احنا كان لازم نبدأ نتحرك من الاريا الصغيرة اللي احنا زانقين نفسنا فيها وعايشين كلنا في نفس المكان ده. ليه؟ انا لما اعمل عاصمة ادارية بعد القاهرة بخمسين كيلو انا عملت ايه؟ انا فتحت بوابة لطول الطريق اللي من القاهرة لغاية اسكندرية ده انه يتملى مولات ومدن وخدمات وطرق وشغل. شوف حضرتك بتتكلم في ايه، بالرغم انه في بعض الناس بتنتقد يقول لك احنا بنبني عاصمه اداريه ومين هيروح يسكن هناك، في مقابل ان انا يعني انا واحد من الناس باخدها مثلا من يعني من حلوان كده لحد العاصمه الاداريه ما باخدش بالظبط تلت ساعه. ليه؟ مسافه كبيره جدا، بس الطريق اللي اتعمل يوصلني من المنطقه دي يعني لحد منطقه العاصمه الاداريه بقى تلت ساعه بالعربيه، طريق محترم جدا فعلا، جبال وكده، الجبال دي اكيد هيتم فيها يعني عمل انشاءات ومصانع ومناطق سكنيه، فاحنا هنقدر نستفاد. انا يعني بثني على حضرتك انك انت لفتت نظر الحته وبرد على كل الساده المشاهدين او بعض الناس اللي بتنتقد ان احنا بننمي وبنطور في كل انحاء الوطن. ما هي دي نفس الناس اللي قالت ان من معايير فشل النظام الاقتصادي الاستثمار العقاري. بس لو جينا نفكر كده، لما قامت الازمه الاقتصاديه مين أقل دول العالم اتأثرت بيها؟ مصر. ليه؟ لأن وقتها وزير المالية بطرس غالي راح خد قرض من البنك الدولي وصرفه كله على مشروع الصرف الصحي، فبدأت الناس تبص للدولة اللي كل دول العالم فيها بتشحت ومتأثرة بالأزمات الاقتصادية والبورصات بتقع وهي بتصرف مليارات على الصرف. كان نتيجة ده إيه؟ إن ربع استثمارات أفريقيا جت مصر، بقينا دولة جاذبة للاستثمار. طول ما انت عندك مشروعات ليها علاقه بالبنيه التحتيه كل ما انت هتجتذب المستثمرين. يعني الناس قالت لك كان المفروض الاول نعمل مصانع، كان المفروض الاول نعمل شركات. طب وبعد ما تعمل المصانع، بعد ما تعمل هتوديها فين؟ اللي يطلع من المصانع ده هتنقله ازاي؟ هتشحنه ازاي؟ هتسفره فين؟ انت كان عندك كم مينا؟ كان عندك كم طريق؟ لو المحور واقف كان حد بيعرف يروح من القاهره لاكتوبر؟ لا لا طبعا. فالفكرة كلها ان انت علشان تبدأ تجتذب استثمار وعشان تبدأ تنمو اقتصاديا لازم تبدأ بالبنية التحتية. بس هو المشكلة ان احنا عندنا شوية الناس بتتأثر باللي بتسمعه من غير ما تفهمه، باللي بتسمعه السوشيال ميديا، لكن هي لو ابتدت تحلل اللي بيجرى حواليها بطريقة سليمة تفهم ان احنا ماشيين بخطوات ثابتة جدا. يمكن الخطوات الثابتة دي هي اللي بدأت تبان ثمارها دلوقتي. الدولار ابتدى ينزل، الجنيه مستوى ابتدى يطلع، معدلات النمو ابتدت تزيد، البورصة ابتدت تستقر، السياحة ابتدت تعلى. كل ده جا منين؟ جا من النمو. فهي الفكرة كلها ان احنا التطور الانشائي اللي احنا بنعمله دلوقتي ده احنا ابتدينا نحس بثماره، مع ان اقتصاديا حاجة زي دي كان المفروض نحس بثماره بعد 20 سنة. طب يعني انا يعني برضو حتة كده احنا ممكن نضيفها، هو ده مش ينطبق برضو تحت النطاق او تحت مسمى التنمية المستدامة؟ مش التنمية المستدامة ان انا يعني ببقى عامل حساب الاجيال اللي يعني بستهلك من الحاضر وابقى عامل حساب الاجيال اللاحقه، فانا لما بعمل بنيه تحتيه وبعمل طرق وبعمل كباري وبعمل مصانع وبعمل عاصمه اداريه وبعمل، مش ده بيبقى تخطيط ان انا ببقى عامل حساب الاجيال الجايه؟ يعني هل ده يندرج تحت مسمى التنميه المستدامه؟ اكبر اجابه على سؤال حضرتك ده مين اللي ساكن في بدر والشروق اكتوبر دلوقتي؟ متوسطات اعمار الناس اللي ساكنه فيها قد ايه؟ من 30 ل 35 سنه. لما المدن دي اتعملت، وبدر لما المدن دي اتعملت، اتعملت ليه؟ للاجيال اللي جايه، هم اللي استفادوا بيها. صح، نفس الحدوته اللي بيحصل دلوقتي الناس اللي هتحس بثماره هي الاجيال اللي جايه وهتعرف قيمه اللي اتعمل. بص مشكلتنا ان احنا دايما بنحكم بمشاعرنا اكتر ما بنحكم بتحليلنا. لو احنا جينا نحلل هنلاقي ان احنا ماشيين كويس جدا، بس الفكره كلها ان احنا مش هقول نصبر، عشان لو قلت اصبر ابقى انا يعني بحمل على الناس، ان احنا نستحمل. هو الموضوع مش صبر، هو افورت ومجهود ولود، والدنيا بقت صعبه، كل حاجه سليمه، بس احنا محتاجين نستحمل شويه لان احنا ما عندناش اوبشنز ثانيه. يعني من اكتر الحاجات اللي لما بسمعها بستغرب ناس تقول لك لو احنا دلوقتي ماشيين كويس يبقى مبارك كان بيصرف علينا. لا هي مش كده. ارجع شويه كده لغايه سنه 2010 احنا كنا عاملين ازاي؟ كان عندك السياحه مدخل لك 15 مليار، قناه السويس مدخل لك 9 مليار، وتحويلات المصريين اللي في الخارج بتدخل لك حوالي 2 3 مليار. انت معاك كام؟ معاك مينيمم 27 28 مليار دولار بيخشوا لك كل سنه. كنا بنقدر وقتها ندي الدولار من البنك ب 5 جنيه. ليه؟ لان احنا محصلينه ب 5 جنيه. طيب بعد ما قامت مجموعه الحركات اللي حصلت في الوطن العربي
السياحه جرى لها ايه؟ نزلت. نزلت التجاره الخارجيه جرى لها ايه؟ نزلت. المصريين اللي في الخارج جرى لهم ايه؟ رجعوا. رجعوا. ما بقاش في ليبيا. ما بقاش في سوريا. من وقت من قبلها ما كانش في العراق. ما كانش في العراق. فاحنا ما بقاش عندنا موارد، كنا قادرين نتحرك في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي دي، ده اعجاز علمي. يعني اللي بيجرى ده خيال. انا واحد من الناس اول ما السياحه اتضربت والبورصه اتفتحت وخسرت الكام مليار اللي خسرتهم في شهر فبراير 2011، انا قلت احنا هنشرق افلاسنا زي اليونان. قلت احنا مستحيل نقدر نكمل في كونديشن زي ده. كنا استمرينا في كونديشن زي ده، دي حاجه هايله. طبعا طبعا. يعني ويعني احنا بنرد على كل الناس اللي بتشكك في 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 ان احنا لا، احنا كمؤسسات دوله يا باشمهندس احمد احنا واقفين، واحنا كشعب احنا بنتحمل وغيرنا بيتحمل. يعني في غلاء اسعار، في ناس شباب محتاجين فرص عمل، في حاجات كتيره جدا ناقصه الناس، وفي ولكن ده مش معناه ده. يعني احنا الدوله شغاله على ان هي ده عمر ما كان التطوير، عمر ما كان التطوير مع يعني سبب او اعاقه في حته ان هو يعني يبقى في خدمات متوفره للمواطنين، او في يعني تعليم كويس لابناء المواطنين، او في سكن كويس، او في فرص عمل كويسه. كل ده محور وده محور. احنا مزبوط. شغالين على البنيه التحتيه وعلى التطوير وعلى عمل تنميه اقتصاديه في البلد عشان نقدر نساعد البلد في رفع النمو الاقتصادي، نقدر نظهر قدام العالم كله ان احنا دوله كويس. متقدمه ودوله مزبوط. عندها ودوله بتشتغل، عندها مشاريع، عندها مؤسسات، بنشجع على الاستثمار. فاحنا بنقول لكل الساده المشاهدين يعني اصبروا، وان شاء الله باذن الله هيكون القادم افضل. كلمه يا باشمهندس احمد تقولها للساده المشاهدين عن دور الشباب وحس الشباب على العمل وحثوا على الاستثمار. الشاب النهارده بيعتقد ان هو ينتظر الوظيفه الحكوميه، وان هو لو ما تمش توظيفه او توفير فرصه عمل ليه في المجال الحكومي او المؤسسات الحكوميه فهو يعتبر يعني عاطل، او يعني انا بعتقد ان هي دي بطاله مقننه. مظبوط. ليه ما ياخدش قرض من الدوله، جهاز تنميه المشروعات، ويشتغل، ما يعملش مشروع صغير، ما يبداش. كلمه تقولها للشباب بصفتك يعني واحد من الشباب، واحد منهم. بص، هو الموضوع ببساطه، اي دوله في العالم لما بتبدا تعمل تحليلاتها وهي بتحلل بتقول يا رب نسبه الشباب تطلع اكبر نسبه عندي في المجتمع. ليه؟ انا لما ببص على اي دوله، الأطفال معالة محتاجة اللي يصرف عليها، وكبار السن معالين محتاجين الدورة تصرف عليهم. مين العجلة اللي بتخلق لك فلوس؟ الشباب. الشباب. بس يمكن الشباب في مصر اتأثروا شوية بالتلفزيون. يعني هو لما يتفرج على فيلم ولا مسلسل ويلاقي البطل عنده 25-30 سنة وراكب عربية مرسيدس وعنده فيلا وعنده يخت، بيبقى عايز يتخرج يلاقي ده كله، عايز يعيش حياة شبه اللي بيشوفها في التلفزيون، ومستني إن الدولة هي اللي توفر له الحياة دي. مع إنه لو ابتدى هو يشتغل، لو ابتدى يبص لكل، ممكن يحقق. لو ابتدى يبص للناس اللي هو طول النهار بيستخدم حاجات، انت طول النهار قاعد على الفيسبوك. اللي عمل الفيسبوك ده مارك كان عنده 20 سنه وما كانش لاقي ياكل، دلوقتي من اغنى اغنياء العالم. انت طول النهار قاعد على جوجل، مين اللي عمل جوجل؟ 2 شباب في مشروع التخرج بتاعه. لو هو ابتدى يبص للنماذج اللي هو اصلا معجب بيها ويقلدها، هيلاقي نفسه اتغير. خلي بالك، اللي عنده فكره بيحبها وبيدعمها بيحقق من وراها ربح. انا اعرف ناس عملت مشاريع انها تعمل شرابات شكلها مختلف، او تعمل بطاطس شكلها مختلف، دلوقتي بقى عندهم عربيات وعندهم شقق. طبعا الفكره كلها ان انت يبقى من جواك عندك استعداد تشتغل، مش مستني الحاجه تيجي لغايه عندك. انا من 7 سنين اما اتخرجت من الكليه ما كانش عندي اي حاجه، ابتديت اشتغل، ابتديت ادرس، ابتديت اطبق، ابتديت امشي واحده واحده. انا عايز اقول لك حاجه يمكن انا عمري ما قلتها، انا قعدت سنتين اشتغل تقريبا كل اللي بكسبه يا دوب على قد مواصلاتي، بس كنت مقتنع ان انا لو استمرت شويه. يا باشمهندس احمد، انا هوصل. انك انت تحقق هدفك، وانك انت توصل، وانك انت تكون عنصر مفيد في المجتمع اللي انت فيه، وانك انت تكون يعني ده الكلام اللي احنا بنقوله لكل الشباب المصريين. يا سيدي بلاش تبقى عنصر يعني مفيد في المجتمع، حدد هدفك، ابقى عنصر مفيد لنفسك، اشتغل عليه واشتغل على تحقيق هذا الهدف. اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيوصلك لتحقيق هدفك وحلمك، وهتبقى حاجه مفيده للمجتمع.
تعقيب بقى من حضرتك، انا علمت يعني ان في ان شاء الله مؤتمر قريب ان شاء الله يوم تقريبا 22 نوفمبر، نعرف المؤتمر ده هيتكلم عن ايه عشان يبقى حتى في متابعه اعلانيه مننا من خلال برنامجنا. المؤتمر هيبقى بيتكلم عن تطبيق منهجيه السكس سيجما في الاقتصاد المصري. نعم. وازاي ده ممكن يؤثر على معدلات النمو ومعدلات الارباح وتقليل التكاليف. المؤتمر احنا عاملينه بمنتهى البساطه مقسوم لمحورين، اول محور ايه الاساليب الحديثه للتطوير وازاي نطبقها في مصر، تاني محور نماذج ناجحه من شركات وطنيه 100%. جميل. شركات مصريه مش شركات اجنبيه، شركات كل بيشتغلوا فيها مصريين، جزء منها بيتبع القطاع العام، وازاي قدرت الشركات دي تطبق وتحقق نتائج. والهدف من ده ايه؟ ان احنا زي ما شفنا شركه زي شركه ابو قير للاسمده بتتطور، بقيه الشركات اللي في نفس القطاع اللي مصريه زيها وطنيه تقلدها، زي ما شفنا شركه زي التعمير والاسكان للمرافق بتتطور، بقيه الشركات اللي هي وطنيه ومصريه تبدا تقلدها. يعني من الاخر كده عاوزين نعمل نوع من انواع تبادل الخبرات عشان الناس تحس ان منهجيات التطوير اللي دايما بتقول ان هي ما تنفعش عندنا دي عند الخواجات، دي في الشركات الكبيره، لا دي ممكن تتطبق في شركات مصريه وممكن تتطبق في شركات وطنيه وممكن تتطبق في شركات قوميه. فعلا يعني موضوع المؤتمر يعني متخصص في موضوع التطوير، ودي حاجه احنا بنشجع حضرتك يعني كتير جدا عليها، وان شاء الله يبقى في تغطيه مننا لهذا المؤتمر وجميع المحاور تشتغل عليها بشكل كويس، نتابعها نتابع تنفيذها على ارض الواقع بشكل كويس. احنا بنشكر حضرتك جدا يا باشمهندس احمد يعني على هذا اللقاء المثمر، وحضرتك كنموذج من الشباب المصريين اللي لهم كل احترام وتقدير، ويعني اللي انا اعلم عنك كثير مدى الجديه ومدى الاهتمام ومدى الكفاءه في العمل، وبنتمنى ان كل الشباب المصريين يعني يحظوا مثل هذا الحظ ويعني يوثقوا مثل هذه الطرق بانك انت حدد هدفك، حاول بقدر الامكان انك انت تسعى لتحقيق هذا الهدف، ممكن انك انت يقابلك يعني اعاقه في الطريق، حاول انك انت تصمم تصميمك على تحقيق الهدف او تحقيق الحلم، ده ليه عامل كبير جدا في انك انت توصل للهدف اللي انت محتاج انك انت توصل له. احنا بنشكر الباشمهندس احمد منصور استشاري الجوده والتطوير المؤسسي، نشكر حضرتك على لقائك معنا، ونتمنى ان يكون في لقاءات تانية كتير ان شاء الله باذن الله. وبنشكر حضراتكم السادة المشاهدين على حسن الاستماع، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان تكون يعني هناك فقرات اخرى في برامجنا القادمه مختلفه ومتنوعه، نتكلم فيها عن كل المجالات الاقتصاديه والسياسيه، نتكلم في التعليم، نتكلم في كل ما يتعلق او ما يهم ويهتم به الشعب المصري وكمان الوطن العربي. الى اللقاء، اذا كان في العمر بقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.